مشاهدينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ليلة أمس تمكن الملاكم المغربي يون زراع من الفوز على خصمه البولوني نيكولا إيفوك بقرار إجماع الحكام، وذلك ضمن بطولة يونيفيرس بوكسين التي أقيمت بمدينة دوسلدورف الألمانية. قبل مشاهدة لقطات من هذا النزال، فإذا كنتم من عشاق رياضة الكيك بوكسين أو مهتمين بأخبار جميع الرياضيين المغاربة، فلا تنسوا مشاهدينا الكرام الاشتراك في القناة ودعمنا بلايك ليصلكم كل جديد وفرجة ممتعة. كومون Wir müssen uns abgeben, und dann geht's weiter mit meiner Welt. Jules!